هذه رسالة من السائلة نعيمة عبد الله من الرياض، تقول: ما هي الاستحاضة؟ وهل لها مدة محدودة؟ وفي أي سن تأتي؟ وهل يغتسل عند الانتهاء منها كالحيض؟ وكيف أميز بينها وبين الحيض؟ وهل هي تأتي بعده مباشرة؟ ثم تقول إنها بعد أن اغتسلت بعد 7 يوم من الحيض، على حسب المدة المعلومة الغالبة عند أكثر النساء أنها لم تشاهد الطهارة، وفي اليوم 8 بعد صيامها شاهدته، لذلك فسد صيامها، وفي اليوم 9 كذلك شاهدته، وبعد ذلك اغتسلت منه وصامت 10 و11 وهي لا تزال ترى ذلك، فما حكم صيامها؟ وهل هذه تعتبر استحاضة ولا يلزمها إعادة الصيام أو قضاؤه؟ الاستحاضة عند أهل العلم هي أن يستمر الدم على الأنثى أكثر أيامها أو كل أيامها، وحكم الاستحاضة أنها إذا كان لها عادة صحيحة قبلها، أي قبل وجود الاستحاضة، فإنها تجلس عادتها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم، ولكنها عند الصلاة تتوضأ لكل صلاة، بمعنى أنها لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، فإذا دخل الوقت غسلت الفرج وتحفظت بحفاظة، ثم تغسل أعضاء الوضوء، ثم تصلي ما شاءت من فروض ونوافل إلى أن يخرج الوقت. فإن لم تكن لها عادة من قبل، مثل أن تأتيها الاستحاضة من أول ما ترى الدم، فإنها ترجع إلى التمييز، والتمييز هو أن دم الحيض يكون أسود ثخينا منتنا، ودم الاستحاضة بخلاف ذلك، فتجلس ما كان دم حيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل كما سبق. وذكر بعض المتأخرين من الأطباء أن من علامات دم الحيض أنه إذا خرج لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة، وإذا كان هذا الفرق صحيحا فإنه يضاف إلى الفروق الثلاثة السابقة، فتكون الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 4. نعم. وإذا لم يكن لها عادة سابقة ولا تمييز بأن كان دمها على وتيرة واحد، فإنها تجلس غالب أيام الحيض عند أكثر النساء، وهو 6 أيام أو 7، وتبتدئ المدة من أول مدة جاءها الحيض فيها أو جاءت الاستحاضة فيها، فإذا قدر أن ابتداء هذا الدم كان من نصف الشهر، فإنها تجلس عند نصف في كل شهر 6 أيام أو 7، ثم تغتسل وتفعل كما سبق. هذا هو حكم المستحاضة. وأما من يأتيها الدم متقطعا، يوما يأتيها الدم ويوم تطهر، فإن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن من ترى يوما دما ويوما نقاء، فإن النقاء طهر والدم حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما، فإن تجاوزه صار استحاضة. نعم. إذا ماذا نقول لها بالنسبة لهذه الأيام؟ هذه الأيام الذي أظهر أنها ليست استحاضة، لأنها ما تجاوزت أثر الحيض، بل تعتبر حيضا، يعني وما صامته فيها فإنها تقضي.